اللهم إن كانت ذنوبنا قد بلغت عنان السماء فإنها لم تبلغ سعة مغفرتك، وإن كانت حاجاتنا قد صعبت على أهل الأرض والسماء فهي عليك هينة، فاقض حاجاتنا يا رب العالمين. كان إماماً للمجددين ومرجعاً للكثير من أئمة وكبار علماء الأزهر الشريف، كانت له أكثر من 900 فتوى، رغم أنه كان أول مفتي مستقل عن مشيخة الأزهر الشريف، فاستحق بالتالي أن يكون إمام المجددين، هو الإمام محمد عبده في مصر أرض المجددين. الإمام محمد عبده محور مشروع التجديد عنده بني على الاختيار الفقهي وعلى الاهتمام باللغة وعلى إصلاح الإدارة، فكان جامعاً بين الإصلاح والتجديد. بنى كثيراً من تلامذته الحاملين لمشروعه الفكري التجديدي فيما بعده لنحو 100 سنة. رحم الله محمد عبده وألحقنا به على الخير، آمين. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مولانا، اليوم محطتنا الحقيقة محطة مهمة وملهمة مع إمام المجددين الإمام محمد عبده. أولا، ماذا يقول عنه فضيلة الدكتور علي جمعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. محمد عبده وهبه الله سبحانه وتعالى فكرة الإصلاح وفكرة التجديد، ودائما بنفرق ما بين الإصلاح والتجديد، أن الإصلاح بيفترض أو بيرى أن ما سبق كان خطأ، والتجديد يرى أن ما سبق كان خيرا ولكن لكل زمان واجب، يجب علينا أن نعيشه ويجب علينا أن ندركه ويجب علينا أن لا نقصر في فعله. محمد عبده كان يجمع بين الاثنين، فهو مصلح ومجدد، ومن هنا نراه أنه في مشروعه التجديدي أراد أن يتعامل مع الواقع، يتعامل مع الواقع أي أنه يريد أن يدرك الواقع، هذا أولا، وثانيا يريد أن يتفاعل مع الواقع، هذه ثانيا، وثالثا يريد أن يؤثر في الواقع وأن يغيره إذا كان يحتاج إلى تغيير. فهذا هو مشروعه التجديدي الذي يبدأ من التعامل، وليس إدراك فقط بل التعامل مع الواقع. رأيناه هذا وهو في الوقائع المصرية، رأيناه هذا وهو منضم إلى الثورة العرابية، رأينا هذا وهو يعني منضما إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني، ثم يختلف معه من أجل أيضا قضية التعامل مع الواقع. كان جمال الدين الأفغاني يقدم الدولة على الأمة، يقول لا، إحنا نبدأ بالدولة، نستولي على الدولة، نتحرك من الدولة، ثم بعد ذلك نحمل الأمة حملا على
الالتزام على التطوير على التغيير على الانطلاق على الحضارة على التعليم، كل هذا لابد أن يأتي من فوق إلى تحت. الإمام محمد عبده كان يرى العكس، كما أفاض في ذلك رشيد رضا في الأستاذ الإمام كتاب في 3 مجلدات يترجم فيها لشيخه. رشيد رضا ما شافش جمال الدين الأفغاني لكن شاف محمد عبده، وهو أنه يقدم الأمة على الدولة، يعني صلح الناس، يعني علمهم، يعني خليهم يعيشوا في عمل وفي نظام وفي كذا، هتلاقي إن في النهاية إن الدولة بقت دولة متقدمة ودولة صالحة. لابد من الإسلام بالذات، لابد من مخاطبة الجماهير دي من القاعدة إلى القمة، من القاعدة إلى القمة. ما ينفعش من القمة إلى القاعدة تبقى ديكتاتورية ويبقى فيها حمل وإكراه، والإسلام بيقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فلا بد من البدء من الأمة. واحد زي حسن البنا ده هو وهو تتلمذ إلى رشيد رضا بدأ بالأمة، يعمل مستشفيات مستوصفات، يعمل نشاط للجوالة، يعمل مش عارف ايه، يخلي الناس تصلي في المسجد علشان المسجد يقوم بدوره، ما فيش مانع. بعد ذلك لما جلس مع بعض الشيعة في المدينة المنورة غير فكرة وبدأ طريق الضلال، الدولة قبل الأمة. الدولة قبل الأمة يبقى محتاجين عنف، محتاجين ان احنا نستعمل السلاح، اكراه بقى، يعني يبقى فيها بلاوي كتيرة، من ضمنها انه قتل الخزندار وقتلوا انه راشي باشا وقتلوا وسليم زكي وإلى آخره وعلي ماهر. إذن مصيبة سودة هذه. ولذلك كان محمد عبده منفصلا عن جمال الدين الأفغاني ورافضا له في هذا المجال. هنجد مشروع محمد عبده من الإصلاح والتجديد له أثر كبير في الأزهر، وهو قد وصل إلى منصب الإفتاء من ناحية، ووصل أيضا إلى المجلس الأعلى في الأزهر. المجلس الأعلى في الأزهر كان لابد فيه أن يكون المفتي. بعد كده بقى بعد 1961 والقانون الجديد لم يعد المفتي عضوا بموجب القانون وبصفته في المجلس الأعلى للأزهر، لكن في هذا المجال كان القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأزهر ووجود المفتي فيه. الإمام محمد عبده كان إماما مالكيا لكنه لابد أن يفتي بالحنفي، ولذلك بدأ في فكرة الاختيار الفقهي وكانت واضحة أمامه. لما جاءت وفاته ترنسفال، ترنسفال دول اللي هم جنوب أفريقيا، جمع العلماء الأربعة على المذاهب الأربعة وعطاهم الفتوى علشان كل من يقول من جهته، ويبدأ فك قضية الالتزام التام بالحنفية تبدأ الكلام ده كان عند أسعد أفندي شيخ الإسلام في القرن 19، وكان عند الشيخ المهدي العباسي بوادر له، لكن جه والشيخ محمد عبده وابتدى يطبق الاختيار الفقهي. من ضمن القضايا الإصلاحية أنه وجد أن اللغة التي دعا إليها المرتضى الزبيدي هناك، المرتضى الزبيدي مات 1205 هجري، وإحنا دلوقتي في بداية القرن 1317 و5 سنين كمان مات بعدها، يعني 22، مات سنة 22 1300. مرتضى الزبيدي لما دعا إلى أن المشروع يجب أن يتضمن عودة اللغة، لأن اللغة والفكر وجهان لعملات واحدة. محمد عبده تبنى هذا وبدأ بقى ينشر نهج البلاغة لسيدنا علي بن أبي طالب، بدأ ينشر أسرار البلاغة للجرجاني، بدأ ينشر الكتاب بتاع الجرجاني الآخر،
بدأ ينشر المقاصد للشاطبي، بدأ باللغة العربية مفردات وتراكيب وبلاغة، ويهتم بها اهتماما بليغا حتى يعيد هذه اللغة إلى مكانتها ودورها، فيستطيع الناطق بها أن يفكر تفكيرا مستقيما. هو عايز الفكر في النهاية. القضية الأخرى هي مناهج التعليم، أيضا اهتم بمناهج التعليم. محمد عبده له تقريران، تقرير عن القضاء الشرعي وتقرير عن التعليم. التقريران دول بيمثلا ثمرة مشروعه التجديدي. تقرير التعليم بدأ يقول لا، هذه العلوم التي ندرسها لابد فيها من إدراك الواقع، ولذلك لابد أن تكون هناك علوم مساعدة غير الاثناشر علم اللي بندرسهم في الأزهر. في التعليم اهتم ببناء المدرس، في التعليم اهتم بالأركان الخمسة بتاع العلم، وكان تقريرا ماتعا مهما ومهم لغاية دلوقتي على فكرة، لأنه يتكلم عن أساسيات تتعلق بتطوير التعليم واقعا وفكر. تقريره عن القضاء أيضا كان تقرير نشأ بعد كده منه، حتى بعد وفاته، إنشاء مدرسة القضاء الشرعي ومحاولة بناء القاضي المجتهد. أزن فضلتك بعد الفاصل نشوف إزاي الإمام محمد عبده كان مؤثر وملهم في زملائه وفي عصره وفي تلاميذه، لدرجة أن في عدد من الأئمة والعلماء والشيوخ الأزهر الشريف هم من تلاميذ الإمام محمد عبده، فكيف انتقل تأثيره وعلمه إلى هذه الأجيال المتتالية؟ أزن حضرتك بعد الفاصل إن شاء الله، أرجوكم خليكم معنا. تستطيع أن تميز أهلها بوجوههم الباسمة الطيبة وبكرمهم، فهم أحفاد الإمام محمد عبده. قرية محلة نصر التابعة لمركز شبرخيت بمحافظة البحيرة، تلك الرقعة الطاهرة التي شهدت مولد أحد كبار دعاة التجديد والإصلاح. الإمام محمد عبده طبعا ترك آثار جامدة في البلد دي، فجميع الأجيال اللي ترست بعديه تورث هذا المبدأ الذي كان يريد أن ينشره. فعندما تدخل القرية تجد لافتة مدون عليها اسم الإمام محمد عبده، ترشد من يريد الوصول إلى مسقط رأس الإمام الجليل. وعلى الطريق يصادفك مدرسة إعدادية، بمجرد أن تتخطى بوابتها تجد تمثالا لوجه الإمام وسط الفناء، اختارته إدارة المدرسة لكي تحفز أجيالها أن يخرج من بينهم إمام جديد. وعلى بعد خطوات من المدرسة تجد مكتبة الإمام محمد عبده، والتي تحتوي على مجموعة من الكتب الهامة وأبرز مؤلفات الإمام الراحل، والتي يأتي إليها أطفال القرية للقراءة والاطلاع. ولم يكتفي أهل محلة نصر بهذا فقط، بل أسسوا مسجداً يحمل اسمه كتوثيق وتأكيد بأن الإمام محمد عبده عاش هنا. بجد الترحيب بفضيلة العلامة الأستاذ دكتور علي جمعة، أهلا بكم معنا. أهلا وسهلا، أهلا بفضيلتكم. أولا عايز أتوقف عند فكرة أن الإمام محمد عبده حينما نجهز لهذه الحلقات نجد بأنه دائما نقف عند أي إمام مجدد نقرأ جملة أنه تتلمذ على يد الإمام محمد عبده. عدد كبير من العلماء ومن شيوخ الأزهر الشريف، يعني ما السبب؟ ما الذي جعل الإمام محمد عبده بهذا القدر من التأثير في أجيال كثيرة متتالية؟ الحقيقة أن الشيخ محمد عبده حينئذ كان مدرستان، مدرسة تريد الحفاظ على
الماضي بتراثه بأحواله دون أي تغيير لدرجة كبيرة، لدرجة أنهم اعترضوا على دخول الحنفية الصنبور ده في الميضة. الحنفية بطل مية؟ قالوا لا، احنا في مجرى مياه كده، ومجرى المياه في بزبوز كده هو يسقط منه المية، اللي هو السبيل، احنا واخدين على كده. ف يعني ثار الشيخ محمد عبده الى هذا التمسك الذي لا علاقة له بالشريعة، والذي لا علاقة بل بالعكس، الصنبور ده او الحنفية يعني بتبقى انظف واكثر صحة والى اخره، ونجح في هذا وغيره. ولكن كان يقول لرشيد رضا: إني ألقيت جذوة في الأزهر ستظهر بعد 20 سنة. وهو بيكلمه الكلام ده في أوائل القرن 1901-2-3 حاجة زي كده، بعد 20 سنة. لما تشوف بقى بعد 20 سنة حصل إيه؟ بعد 20 سنة الشيخ المراغي تلميذه بقى شيخ الأزهر. صحيح. بعد 20 سنة وأكثر بدأ الشيخ مصطفى عبد الرازق تلميذه أن يكون شيخا للأزهر. بعد 20 سنة وهكذا. إذن نحن أمام شخص لا يريد المنظرة، ولا يريد أن يرى ما يفعل في حياته، لا، ده بيعمل للمستقبل، وبيعمل إنه الكلام ده لازم يتغير، ويتغير لوجه الله. كثير من الناس لا يدرك هذا، ولا يدرك حكاية وجه الله ده. هو عايز يصبح كاهنا للقديم. كاهنا للقديم يعني هنعيش الزمن الماضي، هنسحب الماضي على الحاضر. الشيخ محمد عبده لا، تخلص من هذا، واستطاع، وذلك حتى كمان سافر كتير، سافر فرنسا وسافر لبنان وسافر يعني سافر أماكن كثيرة. أنا آسف، بمناسبة السفر، جملته طبعا الأشهر هو هناك بيقول: وجدت هنا إسلاما بلا مسلمين، وفي ديار الإسلام وجدت مسلمين بلا إسلام. يعني واضح أنه هو كان يعني في قلبه غصة من العالم الإسلامي وقتها، أو من أحوال المجتمعات وقتها. الحقيقة أن إحنا بحثنا في كل الجرائد وفي كل الكتابات الموثقة وفي كل كتب الشيخ وفي كل ما نقل عنه لم نجد هذه العبارة. مش منسوبة إليه خالص؟ إطلاقا نهائي البتة. وده من الحاجات اللي كويس إن أنت أثرتها، لأنه يحكى عنه أشياء غريبة عجيبة، لكن احنا وثقنا كل ما صدر من الإمام محمد عبده، ولم تكن فيها إطلاقا هذه العبارة، ويبدو أنها لأحد غيره. يعني أصل جملة شهيرة ودائما تكرر، شهيرة ومتداولة وكل حاجة، ولكن ده مما شاع بين الأحاديث الغير الصحيح. يعني مش الإمام محمد عبده اللي قالها لما سافر؟ لا، مش الإمام محمد عبده، شوفوا لكم حد تاني أو إمام تاني، لكن الإمام محمد عبده بحثنا عن هذه الكلمة يعني بحث تام واستقراء تام في كل المصادر والروايات وكذا إلى آخره، فلم تكن فيه هذه العبارة. فده يعني من الجيد أن احنا نذكره في هذا البرنامج. عظيم. أشكر حضرتك على طبي. بعض التصحيح. الإمام محمد عبده أصيب في نهاية حياته، ومات سنة 1905 بالكانسر أو بالسرطان، ومات في الأسكندرية رحمه الله تعالى. وبعد ذلك بدأ المدرسة بتاعته تتسع، يعني في تلامذة مباشرين وفي تلامذة التلامذة، وبقت المدرسة بتاعته تتسع، وأصبح منهم الشيخ شلتوت مثلا يعني. فاتسعت مدرسته التي تركها. والإمام محمد عبده في مشروعه الإصلاحي التجديدي اتصل بالجماهير عن طريق الجمعية الخيرية الإسلامية اللي فتحت مدارس
واللي عمل التكافل الاجتماعي واللي قامت بدور كبير جدا في خدمة المجتمع والناس. كان محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى كان يقول ترك فراغا لا يسده بعده أحد. نعم رحمة الله. ترك فراغا لا يسده بعده أحد. فدول الناس الفاهمين، الناس الوطنيين، الناس العلماء الأفاضل. بعد ذلك الأزهر تكريما له أطلق اسمه على قاعة أو أكبر قاعة في جامعة الأزهر في صورتها القديمة، كلية الشريعة وأصول الدين واللغة العربية في بجوار الأزهر الشريف، وهي المنطقة التي يعني كانت فيها الكليات الشرعية الأساسية في الأزهر. فأطلق على هذه القاعة قاعة محمد عبده، وأصبحت هي القاعة الأساسية لحين بناء الجامعة الجديدة في مدينة نصر. كل هذه الرحلة وكل هذا التقدير وكل هذا الزخم في حياته إلا أنه مات صغيرا، يعني هو مواليد 49 1849 ومات 1905 عن 56 سنة. مظبوط. الشيخ محمد عبده قدم استقالته في مارس سنة 1905 ومات في مايو. فمحدش يعرف المعلومة دي كتير لأن الاستقالة لم تقبل. يعني الاستقالة لما راحت لم تقبل، يعني هنشيل المفتي ونحط مين والحكاية والرواية، هو زعلان ليه هو كذا. كان هو سافر اسكندرية مع مرضه بالمرض عفى الله الجميع منه، مرض السرطان، ومات في الاسكندرية في مايو قبل أن تقبل الاستقالة أو يبت في شأنها. فأهملت كأنها لم تكن، يعني لأنها فعلا لم يترتب عليها أثرها. فرحم الله فضيلة الإمام رحمة واسعة، لدرجة أن كثير من الناس يفتكروش أنه تولى مشيخة الأزهر. لا، هو اللي كان متولي مشيخة الأزهر حينما مات كان الشيخ الببلاوي، وكان نقيب الأشراف الشيخ الببلاوي. لكن الشيخ محمد عبده طور كثيرا في مناهج التعليم، أصلح كثيرا في الإدارة، واهتم بكل ما ذكرناه. بارك الله فيكم في الدكتور. شكرا لك. شكرا لفضلتك. شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضراتكم. إلى اللقاء. من السلوكيات القبيحة استباحة التحرش بالمرأة بدعوى أنها ترتدي ملابس لافتة للنظر. يقول بعض الشباب وهم يتحرشون بالمرأة أنها كانت متبرجة. فالتحرش بالإضافة إلى أنه جريمة يعاقب عليها القانون، فهو حرام يعاقب عليه رب العالمين. اتق الله وأمر من حولك بالابتعاد عن التحرش، وابتعد عنه فإنه فعل قبيح. اللهم اصرف السوء عن كل أسرة مفككة، هدئ بالهم وأصلح حالهم ووحد كلمتهم واهدهم إلى الصراط المستقيم. يا رب وفق الأزواج بعضهم لبعض وهيئ لهم من أمرهم رشدا. يا رب هدئ بالهم وأصلح حالهم وحبب كل واحد منهما في الآخر يا كريم.